أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نتائج العام الماضي والتي حققت من خلالها أرباح وإيرادات فاقت التوقعات. المركز المالي بالنسبة للشركة أظهر أرقام قوية جدا وأظهر ملاءة مالية قوية جدا من بعد سنة الجائحة العام 2020. دعونا نتعرف على أبرز هذه الأرقام وكيف من الممكن أن تؤثر على المساهمين خلال الفترة القادمة هذه الارتفاعات التي شهدناها في أسعار النفط والتي دعمت نتائج الشركة المحققة. الأرباح السنوية سجلت 110 مليارات دولار، شهدناها ترتفع ب 124%. والأسباب الرئيسية وراء هذه الارتفاعات تعود إلى أولا ارتفاعات أسعار النفط، خصوصا بأنه بالربع الرابع من العام الماضي الأسعار بالنسبة لبرنت تجاوزت 80 دولار للبرميل، توحيد نتائج أعمال سابق والزيادة الكبيرة في هوامش الربحية من أعمال التكرير والكيميائات. أيضا من الأرقام التي لها أهمية كبيرة والتي نتابعها أرقام التدفقات النقدية التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة. الفري كاش فلو والتدفقات النقدية الحرة وهي التي تؤثر على قدرة الشركة على عمل التوزيعات النقدية ارتفعت ل 107.5 مليار دولار. أما بما يتعلق بالأوبريتنج كاش فلو فسجل 139.4 مليار دولار. حتى إذا ما نظرنا لأرقام المديونية ما يعرف بالجيرينج تراجع ل 14.2% من 23% في العام 2020. يعني حتى المركز المالي الخاص بالشركة أظهر تحسن كبير. لا تزال طبعا الشركة لديها مستويات يعني قياسية بما يتعلق بالتدفقات النقدية الحرة إذا ما قارناها مع شركات النفط والغاز العالمية الأخرى، حتى طبعا بما يتعلق بالأرباح وحتى بما يتعلق بالإيرادات التي سجلت أكثر من 1.3 تريليون ريال، بينما كانت إيرادات 2020 768 مليار ريال. إذن القائمة المالية وتحديدا بما يتعلق بالتدفقات النقدية الحرة، تراجع مستويات المديونية، ارتفاعات أسعار النفط، كلها دعمت أن تقوم الشركة بتوزيعات نقدية عن العام الماضي ب 75 مليار دولار overall، يعني المجموع، لأن الشركة تحدثت عن توزيع 18.8 مليار دولار بتوزيعات كاش بالإضافة لرسملة 15 مليار ريال، يعني تقريبا 4 مليار دولار من الأرباح المبقاة أو returned earnings، وبالتالي ستمنح سهم مقابل كل 10 أسهم، وهيدا اللي بيعمل مجموع التوزيعات النقدية 75 مليار ريال. الأبرز كان أيضا يتعلق بالكابكس أو النفقات الرأسمالية. الإنفاق الرأسمالي سجل عن العام الماضي 31.9 مليار دولار، ارتفع ب 18% عن العام 2020. كان لدينا مستهدفات طبعا لزيادة إنتاج الخام وزيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز عالم، يعني بالنسبة للشركة في الوقت الذي نشهد فيه استثمارات في هذا القطاع عالميا. توقعات العام 2022 أشارت لكابكس ما بين 40 ل 50 مليار دولار، يعني حتى أعلى من الكابكس اللي شفناه بالعام 2021، لأنه الشركة لديها رؤية لزيادة إنتاجها من أو زيادة الطاقة الإنتاجية ل 13 مليون برميل يوميا بحلول العام 2027. نذكركم أيضا فقط بشكل سريع بأن الشركة تلقت 12.4 مليار دولار من ائتلاف حصل على 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، وتلقت أيضا 15.5 مليار دولار من ائتلاف حصل على 49% من شركة أرامكو لإمداد الغاز. السهم كان استفاد بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام لما شفنا أسعار النفط وصلت لمستويات 139 دولار، وبالتالي إذا ما نظرنا إلى أداء السهم من بداية العام لاحظنا ارتفاعات ب 22% مدعومة بشكل أساسي بارتفاعات أسعار النفط. كان لدينا تقارير من الول ستريت جورنال أشارت إلى أن الشركة تخطط لأكبر بيع للأسهم على الإطلاق وإمكانية إدراج أسهم في لندن أو سنغافورة. الوضع المالي بالنسبة للشركة وارتفاعات أسعار النفط يعتقد المحللون بأنه سيدعم توزيعات نقدية أكبر ربما خلال العام 2022.